سعيد جدا بوجودي معاكم، سعيد جدا بوجودي مع الناس هناك في البيت اللي انا بحبهم جدا. شكرا بس ليا الشركات اللي انا حسيت ان انا موجود فيكي، وده احساس بقالي كتير جدا ما حسيتش فيه. وغير كده كمان الكون معايا كل الممثلين كلهم اعرفهم كويس جدا، ودي ذكريات عظيمه معاهم الحمد لله، وتبقى مكسره تاني ان شاء الله. مبدئيا بس اعتذر لحضرتك دنيال عن هاني لو كان سببلك اي مشاكل. هاني على فكره شخص طيب جدا زي الاستاذ محمود الكيمتي، وهاني من الشخصيات الجاده جدا اللي انا قدمتها في الدراما المصريه في المسلسلات، مع انه كان ترند وكان عمل ضحك كتير جدا في المقهى وعمل شغل كويس في مجال الكوميديا، بس هو كان دور جد وكان بيتكلم عن ان البنت المصريه تقدر يكون ليها صديق ولد من غير ما يكون في اي مشاكل خارج الصداقه الداريه جدا. ده الموضوع مش بيتكلم فيه، انا كان مع كل المسلسل ده. انا بقى دور صحفي على فكره، ومبسوط جدا ان كان دور الصحفي دور الصحفي. طب الصحفيين يا جماعه يعني بيدعموا الراجل. أستاذ هشام ده كاتب دور الصحفي الحقيقي، دور صحفي مش ملاك، حد إنسان طبيعي من المجتمع، عنده توجهات فاضلة وعنده مشاكل في حياته الشخصية وعنده يعني زي كل إنسان في الدنيا. أستاذ هشام بعيد عن النمط الملائكي اللي إحنا بنقدم فيه الشخصية اللي هي الشخصية اللي بتدور على الفساد وبتتكلم عنه. ممكن تكون صحفي، ممكن يكون عندك نقاط ضعف، ممكن يكون عندك نقاط قوه، ده محور الشخصيه بتاعتك اكتر. مفتاح اشتغلت عليك في الشخصيه ده انسان حقيقي. صحيح انا بجري ورا ناس فاسدين وبطاردهم على في الصحافه وفي الانترنت، لكن انا مش خالي من مشاكل ابدا. العمل بتاعنا في كل الجوانب من خلال دوري ودور زملائي مش بس استعراض الاحداث الحاليه اللي بتحصل في المجتمع، بس في كمان رؤيه علاجيه، او مش يعني مش علاجيه افعل او لا افعل، لكن في توضيح لمفاهيم كتير جدا موجوده دلوقتي في المجتمع، ومهم ان كان يتحط عليها سبوت